بداية يأتي يعني هذا اللقاء الفكري التفاعلي احتفاء بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء، وكذلك بمناسبة يعني الذكرى 40 لتأسيس الكلية التي أسست سنة 1981، طبعا الحديث عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية عن شوق الدار البيضاء. طبعا الاحتفاء هنا بكتاب فعلا له علاقة بالذكرى، ذكرى المسيرة الخضراء وبالذكريات الوطنية، وهو الكتاب الوحدة الترابية قضية المغاربة الأولى للأستاذ والباحث والصحفي بوشعيب حمراوي. طبعا هذا الكتاب الذي يرصد مجموعة من المراحل التي مرت منها القضية الوطنية الأولى للمغرب والمغاربة، وهي الصحراء المغربية والوحدة الترابية، يرصد ذلك عن طريق استقصاء، عن طريق شهادات حية، عن طريق كرونولوجيا لقضية الصحراء منذ البداية إلى ما يمكن الاصطلاح على سمته بالتحرير، أي تحرير الصحراء من الإشكال الذي كان عالقا بها، والذي كانت مجموعة من الدول يعني أكيد أنها تعادي استكمال المغرب وحدة الترابية. أكيد أن هذا اللقاء لكلية الأداب والعلوم الإنسانية عن الشق هو مناسبة لانفتاح كذلك على مختلف الأجناس الأدبية والإعلامية، وهذا خاصة أن نعلم بأن كلية الأداب والعلوم الإنسانية عن الشق يعني بها إجازة مهنية للصحافة، وكذلك ماستر متعلق بالصحافة الصحافة الاستقصائية. أكيد أن هذا اللقاء الفكري التفاعلي الذي سيحتفي بهذا الكتاب، كتاب الأستاذ الباحث والصحافي بوشعيب الحمراوي، الكتاب الثالث في مسيرته في هذا المجال بعد كتابه الأول رسائل سياسية وكتابه الثاني رسائل التربوية، يأتي ربما استكمالا لحلقة من حلقات الدفاع المستميت للباحث والصحفي بوشعيب الحمراوي عن قضية المغاربة الأولى الوحدة الترابية والصحراء المغربية، وكذلك لكي يجسد ويوثق مراحل يعني شاهدة على مغرب الأمجاد، على الإيمان المغاربة يعني قاعدة شعبا وملكا وحكومة، إيمانهم الوثيق بعدالة قضيتهم الوطنية أمام المحافل الدولية. والأكيد أن هذه الانتصارات التي حققها المغرب على المستوى الدبلوماسي والمستوى السياسي والمستوى الواقعي لابد أن توازي كذلك هذه الانتصارات على مستوى كذلك الكتابة، على مستوى الإعلام، على مستوى التوثيق، على مستوى الاستقصاء. أي مناسبة متجددة، وأكيد أن اللقاء يعرف يعني مشاركة مجموعة من الباحثين الجامعيين والإعلاميين لتقديم قراءات من زوايا مختلفة لهذا الكتاب ولهذا المؤلف الجديد الوحدة الترابية قضية المغاربة الأولى.